أنه لم تحظى الولايات المتحدة بإدارة أو رئيس أنجزت أكثر مما أنجزته في 3 سنوات ونصف، وهذا على الرغم من خدعة مساءلة الرئيس ورأيت ما حدث مع هيلاري كلينتون، ولكن على الرغم من كل هذه المشكلات فنحن كافحنا ولم يكن هناك إدارة أنجزت ما أنجزته قبل أن تضرب جائحة كوفيد. كان لدينا أكبر اقتصاد، أخفض بطالة، وكان هناك وحدة ستحدث. كان هناك من يتصلون بي للمرة الأولى على مدى السنة وقالوا أن الوقت قد حان، ثم ضربتنا الجائحة، لكننا نعيد بناء الاقتصاد ونبني الجيش وكذلك القوة الفضائية وأمور أخرى أيضا، ونقوم أيضا بإصلاح إدارة قدماء المحاربي. 380 ألف جندي سابقا ماتوا لأنهم يحصلوا على الرعاية الصحية، ولدينا الآن دعم ب 180% إزاء قدماء المحارب، نبني الجيش والعمل الذي أنجزناه. وأقول لك شيء أهم من ذلك كله، أنه بنهاية الفترة الرئاسية الأولى سيكون لدي حوالي 300 ألف قاضي اتحادي وفي محاكم سيناف، وكذلك كذا 3 قضاة في المحكمة العليا. هذا رقم قياسي لم يحدث كثيرا، ولسبب وجود هذا العدد من قضاء، لأن رئيس أوباما ترك 128 منصب شاغل للقضاة. عندما تترك السلطة ما كان عليه أن يفعل ذلك، ولو كنت عضوا في حزبه، لأنهم لديهم فلسفة مختلفة، واختاركوا 128 منصبا شاغرا، فبالتالي هذا لن يمكن أن يكون رئيس جيد أو نائب الرئيس جيد، ولكن أشكركم على ذلك. وربما العدد أكبر، بنهاية هذه الفترة سيكون هناك 300 قاضي تم تعيينه، وهذا رقم قياسي.